أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. النهاردة هنعمل لكم الكنافة باللبن والمكسرات. النهاردة مقاديرنا زي ما انتم شايفين سهلة وبسيطة وحاجة سريعة جدا ومش مكلفة، اقتصادية جدا. هنعمل لكم اللي هي الكنافة، بتبقى أقراص وعليها شوية لبن وشوية مكسرات. دي وجبة للسحور مغذية جدا 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 وبتشبع وتصد معنا فترة طويلة جدا. انا عندي هنا حوالي كوباية ونص من الكنافة، لان انا عاملة زي ما انتم شايفين ده نفس الطبق اللي عملنا قبل كده بيه حلقة البسبوسة الطرية. عندي هنا الكنافة، انا بجيبها اجمدها في الفليزر وبعد كده اطلعها وافرمها بايدي، بتبقى بالشكل ده. بصوا بتبقى عاملة ازاي، بتبقى كده. وبعدين بحط عليها نص كوباية من السكر البودرة علشان يمسكها، عشان احنا عايزينها تبقى قرص متماسك. بنحط عليها السكر البودرة ونقلبه، وبعد كده نغرقها بشوية سمنة ونلفها بحيث ان كل قطعة من الكنافة تبقى متغطية بالسمنة. الطريقة سهلة وبسيطة جدا. احنا هنحط الكنافة هنعملها قرص وندخلها الفرن لحد ما يبقى لونها ذهبي، هنطلعها نحط عليها شوية لبن وهي سخنة وشوية مكسرات وتتقدم، والف هنا وشفا. الطريقة سهلة وبسيطة. هنحط الكنافة بالشكل ده، دي ممكن تعملي منها اطباق وتشيليها في الفليزر وقت ما تبقي محتاجة تعملي حاجة سريعة للسحور، ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود، خصوصا لو انت مثلا بتشتغلي او كده هتلاقي ان انت عندك وقت سهل جدا ان انت تعمليها. يا دوب هتطلعيها وتحطيها في الفرن على طول بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. بمنتهى البساطة، يعني حاجة مش مكلفة، يعني تقريبا هما 3 مكونات اللي احنا بنعمل بيهم اهو. هدخلها الفرن على الرف المتوسط لحد ما يبقى لونها ذهبي، ولما تطلع تبقى هي قرص واحد. هنحط عليها شوية لبن وشوية سكر لو حابين، والمكسرات طبعا حسب الرغبة اللي عندك. هدخلها الفرن واوريك هيبقى شكلها عامل ازاي. الكنافة بتاعتنا اهي لما طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين بقت لونها ذهبي. انا هجيب طبق على قد البتاع اللي عندي دي، الصينية دي، وهقلبها بالراحة كده. شكلها اهو زي ما انتوا شايفين. هنحط عليها شوية من اللبن، شوية صغيرة. اهو لو حابين تزودوا لبن مفيش اي مشكلة، شوية من جوز الهند بالشكل ده، شوية زبيب كده. لو عندك مكسرات تانية ممكن تحطي مفيش اي مشكلة، وتتقدم على السحور وبألف هنا وشفا. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكرة.